السلام عليكم، شعلكم لاباس؟ صباح ما عليكمش بخير، الحمد لله. نتمنى يكون كل واحد جاي يسمع يتفرج بلوتو في لا فيديو تاعي هذه، يكون بخير ولا خير. اليوم جيتكم ب فيديو من نوع اخر، يعني موضوع تاع اليوم موضوع اخر. بيان سور الكتاب تاعي اني ما زلت ما كملتوش، انا نكملو فيه باذن الله. كل ما نحط لكم فيديو فيها موضوع جديد، ولكن اليوم جيتكم بفكره على ريجيم، ان ريجيم حميه غذائيه تقدروا تقولوا مضمونه 100% وبدون تعب وبدون احساس بالجوع، وما تحسيش بروحك خلاص راكي محرومه، يعني تاكلي واش تحبي تاكليه. ومانيش ما نحبش انايا نقيد اي واحد بالقيود هذيك تاع لازمك ك باغ اكزومبل اكس غرام من لاسكالوب، ونخلي الناس كامل توزن ودير بس على بالي مش الناس كامل قادره توزن. الاولى مش الناس كامل عندها الوقت باش تقعد توزن الماكله اللي حتاكلها. بيان سور كاين الناس ما عندهمش خلاص الوقت باه يديروا هذه الاشياء، ومش ناس كامل تاني عندهم بيقود ويشريو في هادوك حوايج سبيسيال. تلقاي باغ اكزومبل الشوفان قدهن حاجه اللي تكون سبيسيال للريجيم، هي فيهم فايده كبيره. بيان سور كيما الشوفان هدرت عليه فيه فايده كبيره، ولكن فيها تعب تاني، تعب كبير تاني بزاف، ومضيعة الوقت سورتو كي يعود واحد ما عندوش الوقت. انا نشجع ناس عندها الوقت دير هادوك لي ريجيم، بصح واحد ما عندوش الوقت انا جبت لكم ريجيم سبيسيال الناس اللي ما عندهاش الوقت وما هيش حابة تحس بالجوع ومش حابة تحس بالحرمان. ريجيم تاعي انا ما نطولش عليكم. بيان سور ريجيم تاعي على باز دو راكم تشوفوا فيه سيترون. سيترون عنده فوائد كبيره. راح نبدا طول بال لا ريسيت هذا ان جو، بصح كملوا معايا لا فيديو الاخر باش تفهموا كيفاش تشربوه وقتاش تشربوه، يعني الوقت اللي لازم تشربوه فيه، ماشي غير الجو هذا، حتى الوقت تاعو هو اللي يتحكم تاني في النتيجه تاعو. انا هذا الجو متكون من، نتمنى كل وحده تنسى تهز ورقه وستيلو تكتب معايا لا ريسيت، سهله بزاف بزاف، ولكن كل وحده تنسى ولا تهز ورقه وستيلو معايا ما كان حتى مشكل. اولا تهزي نص حبه قارص، نص حبه قارص نص حبه ليمون سيترون، تعصريها تحطيها في كاس ماء، يعني تعمري الكاس اللي حطيتي فيه القرص بالماء، تحطي معاها تضيفي لها زوج حبات كمون، زوج حبات كمون، حب يعني ماشي غبره، بس كاين ناس بزاف بزاف ناس بزاف بزاف يهز ما يقدروش على لوغو هذاك تاع الكمون. انا بوغ موا ليهم سورتو ليهم زوج حبات، وثاني باه نسيطرو على الكميه، بس كان نسحق كميه صغيره من الكمون ما نسحقش كميه كبيره. زوج حبات كمون ومغرف عسل، ناكد يعني ملاحظه على العسل، عسل حره يعني ما حبيتش نحوس على حاجه تكلفكم، ولكن العسل ما تقدريش تحطي فيها العسل هذيك الدب ولا جو سي با انا هذيك تاع السكر والماء هذيك ما تصلحش فيها. العسل حره تقدري تحطيها في لا ريسيت هذه، يعني كاس ما فيه نص حبه قارص زوج حبات كمون ومغرف عسل، تخلطيهم بيان، هذا هو لو جو. الوقت تاع لو جو هذا على هذه قلت لكم كملوا معايا لا فيديو للاخر. الوقت تاعو سيداتي سيدي اي واحد حاب يدير ريجيم هذا يتبعني في الوقت، قبل نص ساعه من كل غبا عندك في النهار، يعني باغ اكزومبل كل واحد قداه قاعد ياكل في غبا في النهار. انا ما نحددلكش لي غبا تاعك، نحددلك الوقت اللي تشربي فيه الجو تاعي هذا. بيان سور ماهوش تاعي انا، حوست عليه ولقيته. قبل نص ساعة من شاك غوبا تشربي هاد الجو كامل، الكاس هذاك تشربيه، تستني نص ساعة كي يوصل وقت الغوبا تاعك. بيان سور تبداي دايما قبل
الماكله، يعني تبداي بالسلطه، يعني ما تخليش السلطه هي الاخرى ولا تحتها في وسط الماكله. نتمنى تاكلي السلطه هي الاولى، سلطه ولا تكون عندك سوب، ولا كان ما درتيش سلطه في في في, في الغوبا هذاك، ولا ماشي دايما حد يدير سلطه. ساعات كاين ناس اللي يديروا باغ اكزومبل العدس، صحن عدس ويتغدى، ما كان حتى مشكل. انا بالنسبه لي المهم حاجه خضر، يعني خضر باغ اكزومبل عندك طماطم، قصي حبه طماطم كوليها، كوليها هي الاولى على قد ما تقدري، على قد ما تقدري من الخضره تاكليها هي الاولى. تاكلي سلطه ولا لا سوب تاكليها هي الاولى، ومن بعد كيما تخلصيها بيان سور تكملي هذيك السلطه على قد ما تقدري تاكلي يعني. ومن بعد تدوري يعني الاكله اللي درتيها في هذاك الغوبا، في هذاك في هذيك الوجبه، دوري تاكلي الوجبه تاعك عادي حتى تحسي بالشبع. كاينه حاجه برك ملاحظه في الـ في الـ في الكلمه تاع الشبعه، يعني شبع يعني واحد شبعان، معناتها واحد حس احساس هذاك تاع الشبع، ماشي اكي شبعانه بصح تاكلي فوق طاقتك وتقولي انا في الريجيم هذا ناكل قد ما نقدر. لا، تاكلي حتى تشبعي، يعني كي تحسي بالشبع باحساس هذاك تاع الشبعه تحبسي، تحبسي ما تاكليش فوق طاقتك حتى تنفخكش كتوي ما تقدريش تنفسي. لا لا، تاكلي على قد حتى توصلي الاحساس تاع انك شبعتي، سي بون تخلصي وتنوضي. في كل غوبا تاكلي هكا، في كل غوبا ديري هاد العمليه. تقدري تزيدي لها سبور اكيد، يعني اي ريجيم لازم معاه الرياضه، به ريجيم يفرغك والسبور يشبعك اكيد. ولكن هاد الريجيم انا بوغ موا جاني سهل بزاف بزاف، وبان لي يعني ما يحسكش باحساس الحرمان هذاك تاع ناس كامل في الدار ياكلوا في نفس الوجبه، غير انت عندك وجبه سبيسيال ولا لازم تاكلي غير سلطه. لا، كولي نورمال ولكن حتى تشبعي، بصح تبعي نفس المراحل، يعني الكاس تاع الجو اللي عطيتك المكونات تاعو نص ساعه، ومن بعد تاكلي سلطه لا سوب خضره ما يهمش. وشو المهم حاجة فيها لي ليغوم، خضرة لا سوب سلاطة، اي حبة طماطم تقصيها يا ربي اي حاجة، ومن بعد تاكلي الوجبة تاعك عادي مع الناس عادي جدا، وبلا ما تحسي بروحك محرومة. بيان سور ما كيش كاين ناس اللي في سمانة يبداو يحسوا بروحهم نقصوا، وكاين ناس اللي يطولوا في اي ريجيم، وهذا ريجيم يعني يساعد بزاف، وكل واحد وجسمه. يعني كاين الناس اللي يبداو يديروا السمانه الاولى 15 يوم من الشهر الاول يبداو يحسوا، وكاين الناس اللي لازمهم يصبروا شويه، يعني ما كاينش حد ديري ريجيم اللي صحي وفي سمانه بيان سور تخلصي الاخر تاعك اكيد. ماشي هذه خطا، هذا خطا. بون حبيت نقول برك على لو سيترون، بس كاين ناس بزاف قالوا لي لو سيترون هو حامض ويضر لي ستوما. نو، انا علاه بنت لي ما يضرش لي ستوما في هذا الريجيم، بس كراكي درتي فيه مغرف عسل حر، يعني ماهوش حيجيك حامض خلاص، العسل راح يحليه، وزوج حبات تاع الكمون اكيد. كل واحد يحب دي ديتاي كثر على الريجيم هذا يخلي لي كومونتير، واللي عندها ملاحظه ولا اي استفسار على اي ريجيم تخليه لي. بيان سور هذا ريجيم مجرب كما قلت لكم في الفيديو اللي فاتوا، انا نحط غير حاجه مجربه، يعني ما نحطش حاجه اللي لقيتها ولا حكاو لي عليها، هذا ريجيم مجرب وبإذن الله مضمون 100%. فوائد تاع السيترون ولا تاع الليمون راهي عظيمه جدا، وسورتو كيما رانا نشوفو دوك حنا في الشتاء، يعني مسحقين فيتامين سي على قد ما نقدروا فيتامين سي، والسيترون على بالنا كامل بلي فيه فيتامين سي.